أزمة كبيرة يعيشها سكان محافظة نينوى من أصحاب المحلات التجارية بعد أن قامت بلدية الموصل بهدم محلاتهم تمهيدا لبناء نفق في المدينة ليتفاجأ أصحاب المحال بعد نهاية المشروع بغلق أفرع الشوارع الداخلية عليهم بالحواجز الكونكريتية عدم تبليط الأرصفة أمام المحلات التجارية ومن دون أي تعويض نحن يعني إحنا أصحاب محلات الفيصلية يوم مشروع نفق ومجسر سنحاريب هاي احنا من العيد لحد الان تقريبا مزود فريق علينا كونكريت موجود الشركه المنفذه للمشروع انسحبت من واحد خمسة من العيد نقول انسحبت لحد الان لا بلديه دمرونا دم دمرونا دم يا سالم سنه ولحد الان هسه عبرت السنه ست شهر اشهر الموعد مالتهم الشركه انطت سبع اشهر وماكو كل شيء لحد الان لا احد جاء لا شيء بس وعود كاذبه مشروع لم تكتمل الفرحة به بسبب قطعه أرزاق عائلات كثيرة تعتمد على المحل التجاري مصدر للمعيشة وسط صمت المسؤولين وتجاهلهم لأزمة المواطنين الذين قطعت أرزاقهم وبقيت محلاتهم مدمرة الشركة المنفذة من قبل أول يوم العيد قبل العيد بكم يوم سلمت المشروع كامل سلمت المشروع كامل وسلمته وراحت لأي صار شهرين احنا قاعدين كل شيء ماكو سادين شوارع قاطعين الارزاق مال العالم حتى بس خلي يطلعوا لنا مدخل واحد أمينة لو يبلطون يكملون شغله اسبوع زمان ما فد شيء هي يعني واثنين احنا عمال عندنا كل شيء حتى عمالنا بطلنا هذا كله قطع ارزاق أزمة أصحاب المحلات التجارية في نينوى وانعكاس لما يحدث في بقية المحافظات من فساد في إنجاز المشاريع وتلكؤها وعدم اكتمالها وسط صمت او تواطؤ المسؤولين الحكوميين امام هذه الازمات الانسانيه والاقتصاديه التي جاءت على المواطنين وادت الى قطع ارزاقهم